لاستطاع هذا المجلس أن يعدل المسار. نريد للليبي الليبي اللي قلبه على وطنه أن ينتخب أناس ليسوا ضد الدولة المدنية، ينتخب أناس قلوبهم على الوطن، ينتخب أناس ولاهم للوطن. عارفة أنت جماعة الاتحاد، يعني جماعة الاتجاه الإسلامي المتطرف أو غير المتطرف، كلهم لهم أجندات خارجية بما فيهم ما نبيش نسمي أنا أسماء، هم كلهم. وده خليني أرجع بحضرتك لتوليد أحمد معتيق، يعني بقدر إن إحنا قلنا مش عايزين نخوض في تفاصيل وملامسات توليات والمؤاخذات عليه، لكن الجزئية الوحيدة اللي يخشى أن تكون مكمن خطورة هي يعني ما أثير حول أنه مفروض من الإسلاميين للاستياء على السلطة. ألا ترى بأن ذلك يخشى من أن يكرس لمواجهات جديدة وسيناريوهات مكررة لما شاهدوه أكثر من شأن عربي من مواجهات وصولات ودولات بين التيار الإسلامي والتيار اللي أنا أعتقد الإسلاميين بالضربة القاسمة التي أخذوها في مصر صارت لهم حالة فزع وحالة هستيريا في المنطقة، لأن هذه الدولة اللي تمثل يعني ثلث الأمة العربية كذا، اللي مصدر تنظيم جماعة الإخوان، اللي والجماعة هذه هي اللي منها جاءت الفروع الأخرى اللي فيها تطرف إسلامي فيها كذا. هؤلاء الجماعة عندما حصل لهم ما حصل، انتبه إليهم الشعب المصري وقام فعلا، يعني أنا أعتقد أنه سفه وعته من يقول بأن هناك انقلاب، يعني بأن يخرج ممكن في بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية بما قالته كل مصادر الأخبار العالمية التي ترصد من خلال أقمار صناعية فيما حدث في مصر في 30 يونيو، أن هذا تجمع 30 مليون طلعوا في الشارع بشكل غير مسبوق في كل تاريخ البشرية. جيت تقول لي هذا ما عنده شرعية، من اللي عنده شرعية؟ هذه الهزيمة النكراء هل تكون ضربة في مقتل لهذا التيار، أم على العكس يسعى لإعادة يعني إنتاج نفسه من جديد في دولة أخرى وإيجاد موقع قدم؟ أعتقد إحنا كنا نظن أن سينعكس إيجابا على ليبيا، ولكننا نعكسها سلبا، لأن هم الآن تمترسوا ببعض المواقع من بينها ليبيا ويريدون فهمني ويريدون التشبت بها وأن تكون قاعدة متقدمة ليهم، خاصة هم متاخمة لمصر وكذا وكذا، وربما كثير من المصريين يرون أنها ممكن تكون مصدر قلق، ولعل جاء منها بعض القلق. فلهذا مصر الآن صاحبة مصلحة حقيقية في أن ليبيا تتخذ المسار الوطني للدولة المدنية التي ترعى شؤون بلادها وتنتبه إلى نهضة وطنها بدل من هذه الأجندات اللي تخدمها يعني قصدي الإسلام السياسي المتطرف. فإذا خلينا نوقف في النقطة هذه، الاستحقاق الانتخابي القادم، أريد ما سواء كانت حكومة إخوانية أو لا، يستطيعون فرض شيء على المواطن، لا يريد المواطن هو الآن ليقرر. أنت عارفة بهذه الثورات التي قامت واللي سميها ربيع العربي، واللي قامت 17 فبراير في ليبيا و 25 يناير في مصر وقبلها في تونس، هذه أيقظت عضلة كانت نائمة هي الإرادة الشعبية. لا أحد يستطيع أن يقف ضد هذه الإرادة. لا هل تنجح الحكومة الليبية الجديدة في مواجهة التحدي الأمني، بما أننا تحدثنا كثيرا عنه لكن لم نشير إلى أدوات فعالة حقيقية في يد الحكومة برئاسة معتيق هذه المرة لمواجهة هذا الإرهاب المستشري أو ما يمارس من قبل الميليشيات المسلحة وما إلى ذلك، خاصة وأنها يعني ربما يعني هيمنتها ليست هيمنة تقليدية، هي في بعض الأحيان على وزارات، في أحيان أخرى على النفط، وتسعى لتحقيق مكاسب مادية وسيادية من جراء هذه. للأسف هو هذا كله كان في يد المؤتمر الوطني العام، يعني كان ممكن سيطر على الموقف واستغل مع الحكومة، هو قعد في مناكفة حتى مع حكومة زيدان، وظني الآن حكومة الأخ المؤقت اسمه البرغتي الثلثي همي ثني أسف السيد عبد محمد عبد الله الثني، ف يعني في مناكفات وفي شد وجذب كان ممكن كلهم اشتغلوا على هذا الملف، والعالم من حولنا أنت عارفة أن هذا العالم كله، ربما هذه إيجابية الآن في ليبيا، العالم كله ينفر وينكر ويكره
أن يكون فيه إسلام متطرف في أي مكان من العالم. تأكيد. هذا يمثل زي الورم الخبيث الذي يجب أن يشال من جسد البشرية كلها. فإذا أنت عندك أعوان في البشرية كلها في العالم كله، لو طلبت العون من أوروبا، من آسيا، من العرب، من الأجانب، من هم أنهم يعاونوك، وخاصة عندنا ممثلية الأمم المتحدة ولازلنا يعني تحت الفصل السابع الذي يعني يعطي للأمم المتحدة ولمجلس الأمن حق التدخل حتى عسكريا في ليبيا. طيب أنا أفهم من حضرتك أن يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أدوات حقيقية وأسلحة فاعلة في يد الحكومة لمواجهة أنا أعرف من خلال تصريحات أهل الحكومة أما عملوا برامج اتفاقيات المعطيات على أرض الواقع، مع تدريب ناس في روسيا، في بريطانيا، في أمريكا، يقال في أن ما أفسح المجال لهذه الميليشيات والجماعات المسلحة هو أيضا إخفاق من جانب القوى السياسية، بمعنى يعني أنها من أجل إعادة بناء الدولة الليبية ينبغي أن تدرك القوى السياسية الفاعلة في المجتمع الليبي بأنه لن يتم التوصل إلى المرجو من أهداف إلا بأن يقدم كل طرف تنازلات رفعة بالصالح الأعلى طبعاً الدولة الليبية. الآن هل ذلك تحقق بالفعل أم أنه واحدة تحقق؟ ولكن لا، نحن الآن يعني نضع رهاننا على المرحلة التي تتأسس فيها الدولة. نحن الآن نمر بما يسمى مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية في عيوبها مصر سبقتنا لهذه المشاكل وهذه الصراعات، وهذه تونس أيضا، يعني كل بلدان، شوف في سوريا شو صاير فيها، شوف في اليمن شو صاير فيها. إذا ليس غريبا أن تحصل هذه حالة الفوضى وحالة الارتباك وحالة الاحتراب وحالة الإرهاب وحالة فهمني في نريد نضع رهاننا على مرحلة أن بانتهاء المرحلة الانتقالية والمرحلة اللي نبدأ في تأسيس أسس الدولة وأعمدتها الثابتة، الدستور، الرئاسة، البرلمان، القضاء، ثم يأتي بالضرورة تفعيل الجيش وتفعيل الأمن والشرطة وغيرها. لكن أنا معلش أستاذ ريهام، أريد أن أضع الآن الخطوة الأولى الإيجابية اللي يجب الشعب الليبي ينتبه إليها. يا جماعة أرجوكم تنتبهوا إلى من يدخل البرلمان القادم. لا نريد أحد من أصحاب الأجندات الأجنبية، لا نريد أحد من أصحاب الولاءات الخارجية، لا نريد أحد مناقض للدولة المدنية العصرية الحضارية التي تريدونها، لا نريد هذه الأجندات بتاع الإسلام. نعم، دي مشكلة أستاذ أحمد. نعم، مشكلة أزلية، إن لو كان في حل باتر وقاطع لضمان عدم وصول هؤلاء إلى الكراسي يقال أن هناك منطق إقصائي أو تهميشي. لا بالديمقراطية. أنا مش يمكن أن تحكم. هم يقتلون في الناس أغلبهم. أنا لا أريد أن أحد يقتل أحد. أهلا وسهلا، أنت تقدمت في 3-4 تقدموا لهذا. أنا أريد المواطن الليبي يضع صوت.